علينا أن نجد مخرجا بسرعة، فبلادنا اليمن تشهد نزوحا من اليمنيين على دين محمد. ولا أخفيك يا أمير أن محمدا دعاني أنا ملك اليمن إلى اعتناق دينه. إنه تجرأ ودعا ملك إيران خسرو الكبير لاعتناق دينه، فما بالك بدعوته ملك اليمن حارث بن عبد كلال الحميري للالتحاق به؟ ألديك مخرج مما نحن فيه؟ حارث، ما يقوله هذا الأمي عن موت خسرو الكبير ملك إيران يعتبر إهانة كبرى لنا جميعا، ولا يجوز أن تغتفر أبدا. اسمع، سأقوم بعمل لم يسبقني إليه أحد. سأجعل هذا العربي يجهز جيشا ثم يخرج من يثرب قاصدا بلاد اليمن. وبدورنا نكون أعددنا العدة، فنفتك به وبجيشه متى قرب منا. بأمر من بازان الحاكم الفارسي على بلاد اليمن، لم يعد آمنا كل من كان من اليمنيين على دين محمد العربي. لا مكان في هذه البلاد العريقة لكل من اتخذ الإسلام دينا وهو مسلوب الأمن والأمان، وجزاؤه حق السيف ولهيب النار المسجل. أتمنى ألا يبيت في باره الليلة. محمد. أنا كذلك، وهل هي جريمة؟ وأنت؟ ليتني كنت كذلك. ومن أنت؟ أنا سيار، لم يفلت مني الغزال. سيار؟ أيها الجندي، مرهم أن يتوقفوا. زمان وطاعة، هيا. هيا ننطلق. عسكر الحارث ملك اليمن. أين ابلك؟ ماذا؟ ابلي أنا؟ أخبرنا ابن الأخنس أنك جمال، صحيح؟ إن كنت لا أملك عنزة فكيف أملك جمالا؟ وما هي صنعتك إذن؟ أنا أستعطي. وماذا تريد لقاء هذا الدرهم؟ هل تقول لنا إذا سألناك؟ لقد سمعت بالذي جرى لحديثي العهد بالإسلام، وأنا أعلم بالذي تبحثون عنه، فإذا أخبرتكم بما أعرف هل تعطونني كل تلك النقود؟ ماذا لو وهبناك قباء ثمنه 12 درهما؟ ماذا، قباء باثني عشر درهما؟ أنا لجبير أن يلبس قباء باثني عشر درهما؟ أحقا ما أسمع؟ يا لتعصي رجل مثلك أن يلبس هكذا ثياب. أنا لم أذق الطعام منذ 6 أشهر، فكيف أشتري قباء؟ حقا؟ وماذا تأكل إذن؟
أنا آكل الهواء. الهواء؟ عذرا على قلة الأدب، أتدبر أمري. عذرك مقبول، عذرك مقبول، أنت معذور. هذا الجمال لا يبيت ليلا في داره. السلام عليكم. انطلق. سليم انتبه لأمي. أبوك في زي العرسان، أتراه سرق العباءة؟ ليته سرق. جلدناهم بالسياط، حطمنا أشياءهم وأحرقنا بيوتهم، ثم ماذا؟ يا ملك اليمن، أين هم جند محمد؟ هل عند محمد جيش وعسكر؟ نعم، لديه جيش وعسكر، قاتل بأكثر من غزوة واحدة وانتصر في جميع غزواته. إذن لما لا يأتي لنصرة أتباعه لكي نعلمه فنون الحرب ونذيقه قهر الهزيمة؟ ها؟ من تراه يكون هذا النبي؟ إنه رجل من قريش يقال إنه أمي، وكان يشتغل بالتجارة. إنه تاجر ثم علا فظفر وسيطر، كيف ثنيت له وسادة السلطان؟ عندما أكلت الأرض صحيفة المقاطعة التي حررتها قريش على محمد، تعاهدت قريش على مقاطعة محمد والمسلمين وأخرجوهم إلى الصحراء. تعاهدوا على ألا يزوجوهم من نسائهن وألا يبيعوهم أو يشتروا منهم. كتبوا ما تعاهدوا عليه وعلقوه على جدار الكعبة. وبعد ذلك، هذا المدعو محمد الذي كان يخرج تاجرا برأس مال غيره جاءهم قائلا: أكلت الأرض صحيفتكم. وهل أكلتها؟ نعم أكلتها. أين هو إذن كبير مسلمي بلاد اليمن؟ المسلمين؟ أليس لهذه الجماعة قائد أو زعيم؟ قائدة؟ لا،
ولكن فيهم من هو كفء لك، فإذا كلمته رد بما يلي. وما أدراك أنت؟ إن النساء يطلعن على أشياء يطول عهد الرجال بمعرفتها، لطالما كان الأمر كذلك. ما الذي تريدين قوله؟ قصة وله فتاة جميلة بشاب يجوب الصحارى والقفار، حديث هذه العاشقة على ألسنة نسوة المدينة، قصتها ذكرتهم بقصة الملكة سبأ التي عاشقت سليمان النبي. فهذا الشاب هو سليمان زمانه. الشاب المعشوق، من هو؟ تفوح رائحته، رائحة الإبل تفوح منه. صبوا عليه الماء في ساحة المدينة 100 دلو. قصر باسان ليس بيتا للجمالين.
محمدا يأتي إلى هنا لكي يرى كيف أصبحت جلدا على عظم يا أويس. إن كان محمد لا يرى فإله محمد يرى. هذه فعلا إرادة محمد أم إرادة إله محمد؟ إن محمدا لا يقضي بغير ما يقضي به الله. أتريد أن تطفل أمك حزنا عليك؟ ألا ترى ما تعانيه وتكابده؟ المعاناة زاد المحبين والعاشقين. أنت قلت إن محمدا يأكل ويمشي في الأسواق وله زوجات وعدة أولاد أيضا، لكن أويسا ابن أم تطوق لتزفه إلى عروسه. ما الأمر؟ حيثما كان الحمال تكونين، الحمال لن يكون حيث تذهبين. أخبريني ما الذي تريدينه منها؟ ماذا تريد أنت مني؟ هيا سعلوق، أبعد الناس، هيا بسرعة. هيا ارحلوا، ارحلوا من هنا بسرعة. أما أنت اسمعي هاتين الكلمتين ثم اذهبي. عليك أن ترضي عمك ابن عدي، إنه كبير عائلتك وبمنزلة أبيك. هل تودين أن يذهب دم أبيك هدرا؟ هيا تحرك، هيا تحرك. حسنا يا قوم لقد انتهينا، عودوا إلى أعمالكم. هيا أنا أقبض على حريته بيدي، لكن سأحرره كرما لك. إن أويس لا يقايض حريته بأن تسجن سلمة. هل تأتين معي أم تذهبين من دوني؟ لن آتي ولن أذهب، بل سأبقى هنا، سأبقى كما يريدني أويس أن أكون.
أنا أعلم أن قلبك يهفو إلى اليمن. أوليس قلبك يهفو إلى مكة أيضا؟ إلى مكة؟ ما دامت قريش فيها فلا أحد يجرؤ على الاشتياق إليها. إنهم يؤذون، يهددون ويقتلون. كانت الواحدة منا إذا حملت خافت أن تضع أنثى، خشية أن يئدها القريشيون وهي حية. ماذا نفعل؟ شكرا. لقد أتينا إلى هذا المكان لكي نكون بمأمن من الكفار، لكنهم يطاردوننا إلى هنا. مكة، مكة، ومن ذا الذي لا يشتاق إليه؟ أي أشياء اليمن أحب إلى قلبي؟ طيب هوائها، ووفرة النعم فيها، وأشجارها الباسقة. سميت باليمن لأنها بلاد اليوم. وهل المسلمون آمنون فيها؟ هذا الذي أفكر فيه الآن. بصراحة أنا قلق. لماذا؟ هل لقريش سطوة في بلادكم؟ إن في اليمن حاكما لعله أسوأ من كفار قريش. أنتم لا تعرفون بازان، محارب جسور، لكنه متكبر ويطمح إلى الجاه. إنه لا يتوانى عن فعل أي شيء لكي يرضي خسرو ويكون محظيا عنده. لا ريب في أنه إذا أمسك بي فسيقطعني إربا. وحده الله يعلم ما الذي يجري للمسلمين في اليمن الآن. من أصبح وأمسى ولم يهتم بأمور المسلمين ليس بمسلم. هذا كلام رسول الله. أنت حديث عهد بالإسلام، فما أحسن التزامك بتعاليم الرسول. نجمة سهيل، هل تأم جرحك؟ وهل تستطيع أن تمشي؟ أم إنك قد مللت منا فقررت أن تغادر مضاربنا؟ جرحي لم يلتئم بعد، ورجلاي وهينتان، ولم أمل من رؤيتكم، لكن علي أن أذهب. إلى أين؟ لست أدري. لماذا تترك لقلبك أن يقودك حيث يريد؟ أنا لست سوى جندي. لقد علمونا أن نسكت صوت القلب بين أضلعنا، علمونا أن نمتثل لأوامرهم من غير نقاش أو جدال. أنت مضطرب ومشوش البال، ماذا حصل وماذا رأيت؟ رأيت كيف أنهم جميعا بشر، كلهم سواسية ولا فرق، لا فضل لأحدهم على آخر، لا بين طبقة الجند ولا بين الكهنة ولا بين أبناء الأشراف. القائد يمشي كتفا إلى كتف الجندي، والغني يجالس الفقير. وكان سلمان هناك، إنه أعجمي، وبلال كان موجودا، رجل أسود من الحبشة. لم أرى في حياتي ولم أسمع بملك تعجز عن تمييزه
عن سائر حاشيته من أول نظرة لشدة الشبه بينه وبينهم في ملبسه وهيئته. لكن الأهم من ذلك أنه أطلعني على سر، إذا كان مصيبا في قوله فستصبح هذه الدنيا غير الدنيا. إنه كلام الله تعالى فوق الغبراء. إنه أمير على القلوب والأفئدة. كنت تاجرا فيما مضى، كنت أذهب غربا حتى الشام وبلاد الروم، وأذهب شرقا حتى أصل إلى إيران. كان الظلم والجور والفساد مهيمنا، فجأة أضاءت شعلة هذه الصحراء القاحلة والمظلمة، نورها خالد وسيبقى أبدا الدهر. تاجر مثلك وقائد جند مثلي أنا ها هنا جالسان وسط الصحراء، لعل الله تعالى جمعني بك لأهتدي بكلامك إلى سواء السبيل. إن أطراف مكة أصبحت مليئة بأناس مثلنا. هذا من ذكاء نبيكم. المستنقع الصغير إذا اتصل بمياه الأنهار أصبح بحيرة كبيرة. القرشيون الجهل وقعوا في الفخ الذي نصبه محمد. أنت شاهدت محمدا ورأيت أفعاله، هل قلت لي من يشبه؟ لا يشبه إلا نفسه.